المشكلة. في 11 من سبتمبر 2021 أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما سمي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أكثر من 7 سنوات توجه فيها المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات لاذعة للنظام بسبب ما يواجهه المعارضون المصريون من انتهاكات تصل أحياناً للقتل خارج نطاق القانون. وفي الحقيقة إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بيتطلب كتير من التعديلات الموجودة في التشريعات الحالية وخاصة قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. الاستراتيجية اتكلمت عن بعض التعديلات فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي، بس ما كانتش بشكل صريح حوالين المسألة دي إلا في موضوع الاحتجاز الأطفال احتياطيا، وإنما الفكرة التانية الحبس الاحتياطي بشكل عام تم الإشارة ليها بشكل غامض، يعني ما يحددش إنه في مستهدف إن أنت تغير في موضوع الحبس الاحتياطي الموجود في قانون الإجراءات الجنائية. أنا في تقديري محتاجين ده، محتاجين إن إحنا نقلل المدة يعني القضايا اللي يجوز فيها الحبس الاحتياطي. القانون المصري بيتكلم عن سنة الحد يعني يجوز فيها الحبس الاحتياطي للقضايا المعاقب فيها بمدة سنة كحد أدنى. القانون الفرنسي بيتكلم عن 3 سنين، فمحتاجين اولا نحجم القضايا اللي يجوز الحبس فيها بموجب الحبس الاحتياطي، وانه مده الحبس الاحتياطي نفسها هتقل، يعني فكره سنتين كحد اقصى انا رايي دي مده كبيره جدا محتاجين نقللها. محتاجين ضمانات اخرى، فكره انه يبقى في قاضي مسؤول عن الحبس قرارات الحبس الاحتياطي في اطار فكره اصلاح دور النيابه العامه والفصل بين السلطات الخاصه بها. هذه الاستراتيجية حبر على ورق، هذه الاستراتيجية للشو الإعلامي لما لازم الناس تقراها كويس عشان تشوف، لأنه اللي عشان يعالج مشكلة لازم اعترف بوجود المشكلة. الاستراتيجية لا تتحدث عن إن في مشكلة، يعني إحنا المنتهك الرئيسي لحقوق الإنسان والقانون في مصر هو أجهزة الأمن والقضاء، الآن هم ما بيعترفوش ده، أحيانا يقولوا المواطنين مش فاهمين. فانت لما تبدا بمقدمات خطأ توصل لنتائج خطأ، فدي مش استراتيجيه، ده ضحك على الدقون زي ما بيقولوا. الاحكام دي طبعا هي يعني هي استكمال لاستراتيجيه زائفه، ودي محاكمات زائفه، فالاثنين ماشيين مع بعض. دي لو استراتيجيه حقيقيه مش هتتم المحاكمات دي، ودي لو محاكمات حقيقيه هتفضح الاستراتيجيه دي، انما هما الاثنين متمايين مع بعض. استراتيجيه زائفه ورقيه شكليه ما بتطرحش المشاكل الحقيقيه وسبل العلاجها، وكمان المحاكمات دي هي مش اولا مش نتيجه جرائم، ما هياش عقاب على جرائم، ولا هي بتراعي قصص المحاكمه العادله، ولا هي بتتم لمحبوسين، دي بتتم لناس غالبا بقوا اصبح بالمختطفين او الاصل. فالاثنين متفقين مع بعض، الاستراتيجيه دي شبه المحاكمات دي. الاستراتيجيه يعني مش بس بتخاطب الداخل، كمان بتخاطب شركائنا في الخارج. فما فيش شك أنا بشوف أن توقيتها توقيت مهم جدا بالذات، وبعد ما الدولة المصرية يعني أنا بشوف أنها استعادت عافيتها واستقرارها، فكان مهم قوي أنها يعني تلمس هذا الملف، لأن كان هناك كثير من الانتقادات اللي كانت بتوجه للحكومة على مدى السنوات الماضية. يعني أنا أعرف طبعا الأستاذ محمد أنور السادات ودردشنا، وشكرا لمجهوده، بس الراجل بيحاول، لكن أنا تقدير أنه ناجح 5%، طموحه ومحاولاته لا تسفر عن شيء، ولأن بحترم جهده ونواياه الطيبة بقول له شعرة بسيطة بين أنك تحاول تساعد وتفرج عن الناس وإن أنك تستخدم في تلميع نظام بوليسي، لأنه الحديث على أنه طول الوقت هيبقى فيه انفراجة وهيفرج، قول أتمنى شيء وإن فيه انفراجة شيء. لما تقول فين فراغه انت بتقرر شيء، لما تقول تتمنى فهي امنيه، ما حدش يؤخذك عليها، ولا فين فراغه ولا استراتيجيه حقيقيه. المجلس القومي لم يصدق عليه، وهو أسوأ من المجلس اللي فات. الغاء الطوارئ، تم اخذ المواد دي، قانون الطوارئ اللي تم الغاء ودسها في بعض القوانين لجعل حاله الطوارئ دائمه دون كلمه قانون الطوارئ.